نزحوا من بيوتهم وحلوا في ضيافة الموتى، يقاسمونهم المقابر وصدقة الأحياء. هؤلاء هم نازحو الحديدة بعدن، من يبحثون عن الحياة في حضرة الموت. وصلوا بعد رحلة نزوح خطيرة وشاقة، قطعوا فيها مسافات طويلة وخطوط نار طمعا في النجاة، وبحثا عن حياة ينعمون فيها ولو بالحد الأدنى من مقومات العيش. لكن المعاناة والخذلان كان كل ما وجدوه، أمر جعلهم يتمنون لو أنهم تحملوا عواقب البقاء عوضا عن صعوبات النزوح. اجت اصحاب القبور ديالي ميتين تحت الارض وميتين فوق الارض. عشتنا وعشت انا اخواني المواطنين تحت الارض. نبدا في جمع القمامات علشان نعيش وعلشان يوفر لنا الغذاء. نازحين ولا وصلنا اي مساعده من اي منظمات ولا اي مجتمع ولا من الحكومه ولا من اي شيء. لا مساعدات ولا معونات ولا اي منظمات وصلت لهؤلاء، ولا شيء يحصلون عليه منها سوى تلك التقارير التي ترصد أعدادهم وتندد بتشريدهم. تقرير لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة كان آخرها، حيث رصد نزوح نحو 35,000 أسرة من محافظة الحديدة جراء المعارك المتصاعدة بين الجيش الوطني وميليشيا الحوثي خلال أسبوع واحد من الشهر الجاري، يضافون لعشرات الآلاف ممن سبقوهم منذ بدء المعارك هناك. نزحوا إلى مناطق آمنة لكن ما وجدوا يد العون، ما وجدوا يد العون ولا وجدوا من يمدهم بشيء، سواء يعني من حيث الغذاء أو الماء أو الدواء أو شيء. ناس ساكنين بالمقبرة حالهم حال الموتى، قد يكون الميت مرتاح في قبره لكن من فوق القبر يفتقد لأبسط مقومات الحياة. عدن والمناطق المجاورة للحديدة شرقا وشمالا كانت وجهة معظم من نزحوا من سكان الحديدة بحثا عن المناطق الآمنة، بل أن آخرين فروا إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في صنعاء رغم أعباء رحلة النزوح الباهظة. وجميعهم يعيشون وضعا إنسانيا مأساويا واحدا، فقمه قصور خطط الاستجابة الإغاثية الحكومية وجهود المنظمات الدولية.